بالنسبه لنا احنا جينا اليوم دفعنا على حظوظنا لاخر لحظه شفتونا كان لي كار كبير رجعنا في الماتش شويه انتيسيباسيون شويه معناها موفيس كونسنتراسيون من البنات خلتنا نراتيو الباساج هذايا نخمو في الماتش نهار السبت نخدموا على مورال بناتنا ان شاء الله البنات يكونوا في نهار من نهار السبت ونتعداو الدور النهائي بالمناسبه هذه نشكر الفريق المضيف ونقولوا الباسكيت معناتها بالنيفو هذا ان شاء الله لو نيفو نتاع الباسكيت يزيد يطلع يا ربي. مازالت مقابله فاصله باش نلعبوا في صفاقس ان شاء الله نهار السبت اونكور 4 جور ان شاء الله باش نصلحوا الاغلاط نتاعنا. اليوم عملنا برشا اغلاط ضيعنا برشا لونسي فرون ما كانش عندنا ريوسيت باهيه في التيرا 3 بوان وبرشا دوجيام شونس خذاو علينا هما اللي خلى اليوم الهوتيل القبلي يفوز. سكور مش بعيد برشا اغلاط صغيره نجموا نصلحوها ونتداركوا هذايا في مقابله العوده سيرتو قدام جمهورنا فما موتيفاسيون اخرى كاو هذيك هي الباسكيت فما رابح وخسر توا واحد واحد مازال الشوط الفاصل ان شاء الله في صفاقس علينا كان نشوفوا الاغلاط نتاعنا نتاع الماتش هذايا نصلحوهم وان شاء الله بقدره ربي نهائي ان شاء الله.